مبرجة كما يقولوا لها. هادو البرانج يديرهم ناس الشاوية في الشرق الجزائري، يجوا بالسميد والزبدة والغرت اللي هو التمر معجون. هذه الوصفه تجي اكثر من رائعه، تجي دو فلفوم يرافقهم مع اللبن ولا رايب ولا الحليب، ويديروهم بزاف في وقت الربيع. كي يدخل فصل الربيع يديروا هذو البراج، يحتفلوا بالربيع. هذه وصفه سهله، الا بغيتوا تعرفوا الطريقه تاعها تبعوني وشوفوا المقادير الوصفه وطريقه التحضير، ان شاء الله تعجبكم. أرواحوا معايا نبدأ طريقة التحضير مع بعض. نبدأ على بركة الله. بسم الله. هنا عندي 3 عبار معبمرين مليح كما هكا جبل تاع سميد متوسط اللي نديرو به المقروض. عندي شوية ملح، كل عبار ندير له شوية ملح تاعو، قد نصف ملعقة صغيرة تاع ملح. قلنا 3 عبار تاع سميد متوسط، والعبار يكونوا معمرين مليح، يكونوا كما نقولوا احنا مقبنين قد الجبل، ماشي ممسوحين، عبر معمر. ندير الملح تاعي ونخلط السميد مع الملح كما راكم تشوفوا، ونروح نجيب ليدام تاعي اللي هو عبر وربع تاع ليدام. فيه العبر الاول تاع الزبده، زبده دائبه وراهي دافيه، نعمر هذا العبر تاع الزبده، نديرو حفره في الوسط ونحطو فيها هذا العبر، ونزيدو ربع تاع الزيت، ربع تاع العبر زيت قل من النص يعني ربع. نبدا نبسس دروك في السميد تاعي باش الحبات قاع يتشربوا بالزبده. هنا اللي تبغي دير السمن دير السمن، انا نخير الزبده، نستعمل الزبدة أحسن من السمن في هذه الوصفة. ونبدأ نخدم في السميد تاعي حتى يتشرب كامل الدهون اللي فيه كما المقروض. نحك السميد بيدية، هذه العملية تأخذ لي واحد 5 دقائق، وانا نحك في السميد بيديا كيما هاك. لازم نحكو الحبيبات تاع السميد مليح باش يطراو معنا، ما يقعدوش هكاك ناشفين. نبسوه مليح مع عملية الحك بين اليدين كما هاك تماما كما المقروض، غير هذا ما يروحش في المقلاة يروح في الطاجين. هنا عندي عبر تاع ماء، وعلى حساب السميد واش يشرب، الا شرب لي السميد عبر تاع ماء هذاك هو الكافي تاعو، ودي فوا ما يشربش العبر كامل، يشرب غير النص ولا اكثر من النص بشويه. نبدا نفرغ في الماء وانا نلم فيه بيدي كيما هاك، الاولى بصباعي بصباعي، بعد نبدا نلم فيه بهذه الطريقه تتلم عنا عجينه كما راكم تشوفوا، وما نعجنوهش غير كيما هكا بصباحتينا ونلمو بيدينا. الان نخليه يتشرب واحد 10 دقائق، نغطيه ونخليه على جهه يتشرب حتى ربع ساعه كاع، نخليه يرتاح ونعاود نولي.
هنا بعد ما خليته 15 دقيقه لقيته شرب شويه الماء، نعاود نفتح السميد تاعي ونزيدها رشه ولا زوج تاع ماء حتى ترجع لي عجينه متماسكه. نزيد غير هاد زوج رشات تاع ماء ونزيد نعجنها كما راكم تشوفوا حتى يحكم روحه يولي عجينه متماسكه. هنا نشوف فيه ما خصوش الماء، هذه نلمه ونقسمه على زوج. هاي تلمت عندي العجينه ونقسمها دروك على الزوج راكم تشوفوا، وهذه العجينه الثانيه يكونوا نفس الحجم تقريبا. هنا نجيب بلاستيك ولا هذا الورق الطبخ، ندير النصف الاول تاع العجين على هذا الشكل، راني باين نديرها مربع ولا مستطيل ماشي على شكل الدائري المعتاد. نحلها بيدي شويه هنا كما راكم تشوفوا على هذا الشكل بالطول، ونجيب ورق شفاف ثاني ونحلها بالوراق كما راكم تشوفوا، نحاول نحلها شويه رقيقه على شكل مستطيل، نحلها مليح كما هاك، نحاول باش نديرها مربعه. وهنا لازم نديرو بلاستيك ولا هذا ورق الطبخ باش يساعدنا، هادشي العجينه راهي مبسه بزاف تتفتت معانا. نوجدوا عجينة التمر اللي هو الغرس، عندي هنا كيلو تاع تمر معجون نفته كما راكم تشوفوا، نفته الى قطع صغيرة. وانا باش يجيني طري في البراش تاعي ندير له ماء زهر، نضيف بالكميه تاع الماء زهر وانا نعجن فيه كيما هاك على شغل كيما نقولوا حنا نعركه، نقي يتشرب كاع ديك الكميه تاع الماء زهر اللي درتها له. نعجن ونشوف في يدي الى خاصه، هنا غادي نزيده، نزيد الماء زهر مع العجين حتى يتولي عجينه طريه. هذه العجينة التمر نستعملوها كذلك في التمر في المقروض. انا هذاك النهار كنت مزروبة غير سخنتها في الميكرووند وضفت لها الزبدة، نبدا نضيف في الماء زهر حتى تطرى عندي العجينة تولي طرية ونعجنها بهذا الشكل. هنا اللي تبغي الجلجلان، انا ما توفرش عندي، نبغي الجلجلان ولكن ما توفرش، كنت حاسبه كاين ما لقيتش. ديري كذلك الجلجلان، تكوني منقياته وحمرتيه شويه في المقله قليتيه، ضيفي كميه تاع الجلجلان مع القرفه، هنا عندي ملعقه كبيره تاع قرفه في الكيلو تاع المعجون تاع التمر، مع الاخير ندير له شويه تاع زيت قد ملعقتين كبار، نزيد نعركه كيما هاك نعجنو مليح. وهنا صاي العجينه تاعي تاع التمر راهي طريه وواجده للاستعمال، هذه هي. وانتم التمر تاعكم هنا كي تبغوا تحلوه شوفوا الى فيه هذوك العلوف، دي فوا يطحنوه بيه بالعلوف تاعه، شوفوا القوام تاعها كيفاش طري. نجيبوا عجينه التمر نديروها على ورق تاع زبده ولا على كيس بلاستيكي ولا المتوفر عندك باش ما تلصقش،
نحاول نحلوها كذلك هي مربع على هذا الشكل، نحاول معها غير بشوية حتى نحلوها مربع. نديروها نفس السمك مع العجينة تاعنا. وهنا اللي تخاف من لا تتحللها، ما تحلهاش رقيقة، تحل العجينة كذلك شوية غليظة، العجينتين في زوج، وتحل تاني عجينة التمر غليظة وتبلاصي، دير الاولى الطبقة الاولى تاع العجين ودير عجينة التمر وتزيد تغطيها بالعجين وتبدأ تحل فيها وهي تتحكم فيها. هنا اللي هما مبتدئين تخاف لا تحللها دير كيما هاك، واللي هي تاكل على روحها وتعرف تحلها هكاك رقيقة وتخدمها عادي. هنا راني حليت العجينة تاعي، نزيد فوقها عجينة التمر. هنا راني حطيتها شوية عوجة ولكن سقمتها، نعاود نحط فوقها العجينة الثانية، نغطي التمر تاعي بالطبقة الثانية تاع العجين. هاد المرحلة شوية حساسة غير بشوية. هنا العجين تاني دار لي شوية، نحلوهم بعد ما درت الطبقة الثانية تاع السميد، راني سقمتها نحلوها. وهنايا لي بيسار تاعها على حساب الذوق تاعك، تي تتحكمي في السمك تاعو، تبغي السمك تاعو يجي غليظ قطعيه غليظ، تبغيه رقيق رقيه. وانا دائما بالمساعدة تاع الورق الزبدة ولا كيس بلاستيكي المتوفر عندك نسقم الحواف. هنا انا صايبه نحبس كيما هاك، نخليها على هذا السمك، يعجبني بهذا السمك، ما هو غليظ ما هو رقيق، متوسط. هنا عندي قطعه سبيسيال تاع البراج، نحاول كي نقطع بها الحبات. بندير نوعين تاع تقطع، ندير هذه اللي تجيك المقروده وندير مربعات. انا نرفد الحبه تاعي تاع البراج ونسقم لها الحرف تاعها الحواف كيما نقولوا، نحاول كيفاش نسقم لها الحواف. نجي على هذا الشكل، نكمل كاع بهذه الطريقه. هنا بواسطة قطعة صغيرة نعطيها رشمة خفيفة من الفوق غير باش نزوقو البراش تاعنا ما يجوش سامبل كيما هاك. نسخن المقلة تاعي، المقلة تكون ثقيلة، نسخنها ونطيبهم على الجهتين.
هنا كملت هذا النوع وهذا النوع الزاوج، عطاني هذه الكميه. هنا سخنت الطاجين تاعي، المقلاة ثقيله، درت فيها الحبات وين ما يحمروا نبدا ندور فيهم، وهنا نضغط عليهم شويه كيما راكم هذه الملعقه من فوق باش يتحمروا من كل الجهات، ومره مره نحركهم شويه نزيدوا هذا الموديل كذلك حتى يطيبوا مليح من تحت بواسطة هذه الطريقة كما راني ندير كما هاك باش يجوا على لون واحد. خطرة حركيهم كما هاك بيديك، وهنا اللون تتحكمي فيه، تبغيهم ذهبيين كما هاكا ولا تبغيهم محمرين بزاف حمريهم تاني، قضية اختيار. هنا البراش تاعي راهم واجدين، طيبتهم كامل، زينتهم بهذه الطريقه، تزيين بسيط وكل وحده تزينهم على حسب ما تعرف. هنا بين رافقهم على البن، يرافقهم على البن كيما هاك يكون البن بارد. هادو هما البراش تاعنا، ان شاء الله تعجبكم الطريقه تاعي وتجربوهم وينجحوا معاكم. صدقوني البنات هذه الطريقه يجي البراج يدوب في الفم، البراج يجو يدوبوا في الفم. نقسم معاكم حبه باش تشوفوها. هاد المربعات يساعدوكم في القسيم تاعها، تنقسم على حبه واحده. شوفوا كيف راهم طريين، ينقسموا غير وحدهم، فعلا جاوا طريين بالبزاف يدوبوا في الفم. شوفوا القوام تاعهم كي جا يدوبوا في الفم. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه.